يعقد مجلس القوى الديمقراطية في إيران مؤتمره الثاني بمدينة كولونيا في ألمانيا تحت شعار إسقاط نظام ولاية الفقيه وإيجاد بديل ديمقراطي، ويهدف المؤتمر إلى حشد كافة قوى المعارضة وتوحيد حراكها في الداخل والخارج لتسريع عملية إسقاط النظام وإيجاد بديل ديمقراطي يكفل حقوق كل مكونات المجتمع ويؤسس نظاما يتعايش بسلام مع جيرانه والعالم. وقال قائدة في المجلس في تصريحات إعلامية إن من أهداف المؤتمر الثاني توسيع التحالف من خلال انضمام المزيد من المجموعات والأحزاب والشخصيات والتحرك لكسب تعاطف المجتمع الدولي. ويعتبر مجلس القوى الديمقراطية في إيران أكبر ائتلاف يضم مختلف الأحزاب والمنظمات المعارضة للنظام الإيراني في الخارج.